وقد ارتفع مخزون السدود إلى حدود الأمس 9 من جانفي في 2022 إلى مليار متر مكعب من إجمالي قدرة استيعاب تقدر بمليارين متر مكعب، أي ما يمثل معدل امتلاء في حدود 43% لهذه السدود وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة. وأشار المرصد في تعليقه على البيانات المفتوحة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إيرادات السدود خلال الفترة من أول سبتمبر 2021 إلى 9 من جانفي في 2022 وبفضل كميات الأمطار الأخيرة تعززت ب 0.580 مليار متر مكعب. وسجلت سدود سيدي البراق والحركة والمولى بالشمال الغربي نسبة امتلاء قصوى.